طبعا المهندس المعماري مهم بالنسبة له، طبعا التصميم ككل هيحصل فيه ايه؟ يعني طبعا توزيع الماكينات الخارجية على الواجهة ممكن يشوهها ويدمرها خالص يعني، فضروري المهندس المعماري يبقى عارف السيستمز المختلفة عشان يشوف البدائل والحلول بتاعته. ممكن نروح لسيستم مركزي نحط المكنة على السطوح أحسن ما نبوظ الواجهات، خصوصا لو واجهات رئيسية. ممكن نروح لتصميم تاني مثلا زي لوفرز، أو نعمل رساس في الواجهة ونداريه ونداري بيه الوحدات الخارجية بحيث ما تشوهش الواجهة بتاعتنا. طبعا هنا كل المهندس المعماري يبقى دراية على السيستم، بالسيستمز بيقدر يحافظ على التصميم بتاعه. كمان المكنة اللي على السطوح ممكن بنعمل له حاجة اسمها سكرينينج، ما نحطش المكن قرب الدرو عشان ما يظهرش، وممكن نعمل له حاجة اسمها سكرينز زي ديت، لوفرز داير ما يدور تخبيه زي الصور اللي قدامنا ديت. ممكن السكرينز بتاعتنا ديت طبعا تبقى فيها اشكال جديده، مثلا حاجه شكل الزرع او كده، هو حتى لو بانت تبقى شكلها كأن روف جاردن او حاجه مشابهه. فمهم قوي المهندس المعماري يبقى على درايه بسيستمز التكييف، ويشوف ويبقى يراعي ان التصميم الواجهات والروف وال3 دي بتاعه ما يبصش خالص من اي سيستم هيستخدمه.